هنا في حي الابطال غنشوفوا واحد مول الحانوت من ذوي الاحتياجات الخاصه. الاسم الكريم نيت رحال عليه. وانت اخويا رشيد خوت ولا شنو؟ لا عجبتني السلعه. حنا كنشوفوا بلي عنده اعاقه، وبالرغم من الاعاقه ديالو كيدابز مع السلوم، وواحد يديه ما كتخدمش مزيان، كيدابز مع السلوم باش يطلع باش يجيب التقديه ديال الناس. لاحظت ان عندك الاعاقه في يديك وفي رجليك ولا في اليد؟ من الصغر ولا؟ لا شويه من اكسيده. اكسيده؟ شحال كان في عمرك؟ 24 ولا 25. وتعودتي فيها؟ شويه. شويه، كنتي في موتور ولا شنو؟ وترسمين. حتى من عنقك؟ عندي شي حديده. وعندك وليدات والحمد لله. شويه، الدراري مازال ما عطاهمش يلا، انما كاين مدن. انا مزوج. وفين كتسكن؟ قريب ولا الحانوت ولا بعيد؟ كاري هنا. وكتمشي بالبيشكليط موتور ولا على رجليك؟ ما تقدرش على البيشكليط. حيت كندير الموتور ودرت عليه حديد تنسويش حمل، ملي تنبغي نركب على الموتور ولا شي حاجه تنخاف. كتخاف؟ حيت عندي الحديد هنا وتنخاف، ما تنقدرش ما تنقدرش نركب على الحديد. ولكن ما عندي ما نسالك، زعما واخا هكذا ما جلستيش. وكيفاش كتطلع في السلوم دابا؟ كنشوف السلوم بغيت يعاوننا وصافي. ولا شي نهار عييتي ولا تزاد عليك الحال، كيفاش غيمكن لك تعيش؟ عندك شي تغطيه صحيه؟ لا عندك شي حاجه؟ لا ما عنديش. ما عنديش تغطيه صحيه، ما عندي لا ميتيير، ما عنديش. ولكن ماشي عادي انكم تبقاو هكذا وانتم كثار. شحال السي الطيبي؟ السي الطيب ديال الحوان تقريبا كاينين في كاين واحد المليون ونص تقريبا ديال نقط البيع. اللي هذوك الناس اللي كيخدموا معاهم، حيت دابا خصنا نعرفوا واحد القضيه. واحد المحلات التجاريه اللي كسالي ديالهم كيكونوا فيهم جوج الناس. جوج الناس ولا ثلاثه. لان ما يقدرش واحد الشخص اللي غادي يخدم واحد 12 ساعه ولا 14 ساعه ولا 16 ساعه بوحدو. دونك تيكونوا جوج القلاصه. ولكن مليون وزياده، وكيفاش ما قدروش يتحدوا يديروا تعاضديه يديروا شي حاجه؟ فهمني، ولا انا غير انا ما فهمتش. المشكل ديال هذا الشيء هو هاد الناس هادو خص ضروري مثلا الغرفه المهنيه هي اللي تاثر هاد المهمه هذه. هاد المساله هذه. شوف السي رشيد، راه مشيتي لواحد البلاصه لواحد واحد 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 المساله اجتماعيه مهمه. وراك سلطتي الاضواء ديالك، جزاك الله خير. لا هذا الامر هذا راه خص يعني الحكومه وخص الغرف المهنيه والناس المسؤولين يشوفوا من حال هاد الناس. انت دابا جيتي شفتي واحد السيد اللي هو ديجا عنده اعاقه اللي تحول انه يتحرك بسهوله في المحل. وكيطلع في السلوم ويهز. ها انت كتشوف، ها هو جالس هنا ويعطي الكريدي لعباد الله، هو دايزه فيه الصدقه. ما عمرك تحتي من السلوم ولا شي حاجه؟ مرة واحدة اللي تحت، ولكن حفظني الله. حفظ لك الله. حيت كنشوف الطيحة إلا جات من الفوق وجيتي فوق، هذا الشيء ماشي سهل. تحت المهم ربي يحفظني. الحمد لله الحمد لله. جاي تابع لي حتى هو السلوم وعند الحالة. الله يستر الله يستر. ربي لا يحفظك، راه كيحفظك. فعلا احنا كنشوفوا هذا النموذج ديال السي علي اللي هو بالرغم من الاعاقه ديالو كيخدم في الحانوت وكيطلع في السلوم وكل شيء، هذا الشيء كله يقدر عليه الانسان. ولكن من العيب من العار اننا نبقاو في 2019 وهاد الناس هما اكثر من مليون ما دار لهمش حتى شي القوانين ديالهم، وهاد الناس تكون عندهم تغطيه صحيه، لانهم حتى هما مغاربه مواطنين بحالنا وبحالهم، وكيخدموا المواطن 24 ساعه على 24 ساعه. هما دي بونك اللي كاينين في الاحياء واللي كيساعدوا الناس وكيساعدوا الطبقات الوسطى والفقيره، فمن العيب اننا نبقاو نديوها في امور اخرى. امور بحال هذه اساسيه، وناس بحال هادو اللي هما منا وكيكبروا في وسط منا، كنكبروا معاهم كنتربوا معاهم، وكيعتقونا بزاف ديال المرات نبقاو نهملوهم ونقولوا من بعد، حيت ما تو سامبلومون هما ما عندهمش الوقت اللي يهضروا على الحقوق ديالهم.